فالبداية وخيرها مع معالي الوزير الأستاذ ياسين جابر من قلب الجنوب من النبطية من براعم مركز كامل يوسف جابر الثقافي لكم كل التحية والتقدير هو حائز على دراسات عليا في الاقتصاد وإدارة الأعمال ونائب منذ العام 1996 وزير لحقبتي وزارة الاقتصاد والتجارة من 95 ل 98 ووزارة الأشغال العامة والنقل من 2004-2005 معالي الوزير الكلام لك إذا بتحب شكرا دكتور رامي حضرة العميد أستاذ عادل دكتور عادل كردي السادة العمداء والأساتذة المحترمين متحدثين معنا من هذا المنبر أستاذ جاون دكتور ناصر دكتور رامي طبعا أكيد الطلاب الأعزاء وأيها الحفل الكريم يشرفني أن أقف بينكم اليوم متحدثا من على هذا المنبر الأكاديمي الهام والحقيقة يعني هي جامعة نفتخر بها تاريخ عريق واليوم مع هذا الكامبس الذي نشهده يعني ما شاء الله يعني ما له قلب ينزل من هون دكتور وأود بداية أن أتقدم بالشكر إلى حضرة رئيس الجامعة وأسرتها والعمداء على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه المبادرة بالاشتراك مع فرونت بيج كوميونيكيشن التي ستساعد بلا شك في الإضاءة على أحد أهم مواضيع الساعة في لبنان ألا هو موضوع النفط والغاز أود أن أشكرك دكتور عادل على المقدمة الباك جراوند التاريخي لموضوع يعني جود ريسيرش أيها الأعزاء كما قال الدكتور عادل بعد إقفال دورة التراخيص في 12 تشرين الأول الماضي يقف لبنان اليوم على بوابة نادي الدول المنتجة للنفط فقد أقفلت هذه الدورة على عرض ائتلاف الشركات الثلاث المكون من توتال وأني ونوفاتيك للتنقيب عن النفط والغاز على رقعتين معروضتين هما بلوكات 4 و9 بلوك 4 جهات البترون مقابل البترون والبلوك 9 في أقصى الجنوب هيئة إدارة قطاع النفط واللي معنا اليوم الدكتور ناصر من ضمنهم التي واقعا تستحق التهنئة على العمل الممتاز الذي قامت به أنجزت تقريرها حول عرض الشركات كما قاد معالي وزير الطاقة ومعه أفراد الهيئة المناقشات الفنية مع هذه الشركات خلال الأيام القليلة الماضية وهو اليوم بصدد إعداد تقرير نهائي حول هذا العرض لأجل إرساله إلى رئاسة الحكومة ويفترض بمجلس الوزراء بعد العودة عن الاستقالة الحمد لله والاستعداد لاستئناف جلساته أن يبت بأمر هذا العرض يعني مفروض إن شاء الله يجتمع قريبا وبالتالي أن يسلك المسار النفطي العملي طريقه إلى التنفيذ بعد تباطؤ كبير فرضته الظروف السياسية على مدى السنوات السابقة وبشكل مبدئي تكونت انطباعات إيجابية عن هذا العرض خاصة أن الشركات المتقدمة هي من كبريات الشركات العالمية وكما ذكر الدكتور عادل في كلمته يعني شركة أني التي اليوم هي التي تعمل في حقل ظهر في مصر بعد أن عجز كل الآخرين وأخذوا قرار أنه هم ما في غاز تمكنت هذه الشركة من إيجاد الغاز وبكميات كبيرة جدا ويعتبر من أكبر حقول الغاز في العالم أيها السيدات والسادة لم يكن ما وصلنا إليه اليوم ممكنا لولا الجهد الذي بذل في البدايات فكما ذكرت من 2002 كان في حديث عن النفط وفي أواخر العقد الأول يعني حوالي 2008-2007 تأكدت بوادر وجود مخزون نفطي في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية وذلك بعد الدراسات اللي تفضلت بذكر الشركات اللي قامت فيها الملح في المرحلة الأولى كان إعداد التشريعات الضرورية
ليتمكن لبنان من استكشاف واستغلال هذه الثروة النفطية. وبسبب تأخر الحكومات المتعاقبة بإرسال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، بادرنا في كتلة التحرير والتنمية إلى التقدم باقتراح قانون للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، والذي صدر في العام 2010. كما تعلمون في حسب الدستور هناك مجالين للتشريع، إما يأتي مشروع قانون من الحكومة أو يقوم نائب أو أكثر بالتقدم باقتراح قانون، واثنيناتهم بالنهاية لهم نفس المفعول لأنه القوانين تدرس في اللجان. وقد سمح هذا القانون للحكومة باستكمال التشريع من خلال إعداد المراسيم التطبيقية، وبلغ عددها 32 مرسوما. ومع تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط الذي نص عليه القانون، بادرت هذه الهيئة إلى العمل على إعداد هذه المراسيم التطبيقية خلال السنوات الماضية، كما بادرت بإشراف وزارة الطاقة إلى الدعوة إلى تأهيل الشركات. طبعا أتى عدد كبير من الشركات كما تعلمون. ومع إصدار المرسومين الأخيرين الضروريين لإطلاق دورة التراخيص من قبل الحكومة الحالية في الأسابيع الأولى لانطلاقتها، وهذه من حسنات هذه الحكومة الحقيقة، وهن هذول المرسومين كانوا من أهم المراسيم، لأنه واحد يتعلق بالبلوكات النفطية والآخر يتعلق بصيغة العقد الذي تجري على أساسه الاتفاقات. فأصبح المجال متاحاً لدعوة الشركات لتقديم عروضها. كما أن المجلس النيابي بادر منذ عدة أشهر إلى إقرار قانون مهم جداً، هو قانون الضرائب الخاص بالشركات العاملة في المجال النفطي، متمماً بذلك المنظومة التشريعية الضرورية لتشجيع الشركات على التقدم بعروضها، ممهداً لأجل انطلاق عمليات الاستكشاف والتنقيب إن شاء الله. أيها الأعزاء، أردت من خلال الإضاءة على أهمية هذا المسار التشريعي الذي أوصلنا إلى هذه الخاتمة الإيجابية التي نعيشها اليوم بالنسبة للملف النفطي، التمهيد للحديث عن عنوان ندوتنا اليوم: ماذا عن النظرة المستقبلية بموضوع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، يعني The Vision for the Period After. بالتأكيد نعتقد أنه اليوم أتى الوقت المناسب، وأنا يعني أنا عم بحكي مش عم بحكي تكنيك، أنا عم بحكي تشريع وقوانين وهيك، لأنه حأترك التكنيك للدكتور ناصر ولا أستاذ جان. بالتأكيد نعتقد أنه اليوم أتى الوقت المناسب لمواكبة مرحلة ما بعد الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، أي المرحلة الثانية التي يجب أن تواكب مرحلة الثروة النفطية المتوقعة، أي لا تخضع العائدات المنتظرة لتلاعب من هنا وجشع من هناك أسوة بقطاعات أخرى، فتذهب الثروة إلى جيوب الفاسدين بدل أن تستثمر لرفع شأن لبنان اقتصاديا. من هنا تقدمنا بأربعة اقتراحات قوانين إلى المجلس النيابي، ثلاثة عددناهم في كتلة التحرير والتنمية، أنا تقدمت باثنين منهم وزملاء تقدموا بواحد، وواحد تقدم به زميلنا رئيس لجنة أشغال النيابية والطاقة النيابية النائب محمد قباني، لأجل خلق المنظومة التشريعية للمرحلة اللاحقة. ولمن يعتبر أن الوقت ما زال مبكرا لطرحها للدرس، وهناك للأسف بعض الأصوات التي ارتفعت تنادي بذلك، نلفت إلى أن التشريع في لبنان يستغرق في أحيان كثيرة وقتا طويلا بسبب ضرورة دراسة هذه القوانين من قبل العديد من اللجان المختصة، وقد تتضارب نظرتها إلى الأمور، كما أنه في أحيان كثيرة قد تفرض الظروف السياسية هذا التأخير. على سبيل المثال، استغرق صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بالبي بي بي اللي صدر بشهر آب الماضي 7 سنوات، علما أنني شخصيا بعد أن تقدمت به كاقتراح قانون ترأست لجنة خاصة لدراسته ومتابعته، ولكن ظروف تعطيل عمل المجلس النيابي لسنوات بسبب الفراغ الرئاسي والحكومي
أدت إلى هذا التأخير. يعني 4 سنين تقريبا، 2.5 سنين فراغ رئاسي، وحوالي سنة خلال فترة تعطل الحكومة بسبب عجز الرئيس السلام عن تأليف حكومة. كما أن تطبيق القوانين في لبنان يستغرق في كثير من الحالات سنوات طويلة، بدليل أن قانون النفط صدر عام 2010 ومرت 7 سنوات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي نتحدث عنها اليوم. كما أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تأخر تطبيقها سنوات وسنوات، وأنا لسبب ذلك أترأس اليوم لجنة نيابية خاصة اسمها لجنة متابعة تنفيذ القوانين، يعني وبالتالي أن المسار التشريعي هو مثل اللي بيزرع شجرة زيتون، بده ينطر عدة سنوات حتى يأكل من ثمارها. نحن نقوم اليوم بالضغط على الوزارات المختصة وباجتماعات معهم للتأكد من إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين ومن تطبيق هذه القوانين. وبعد هذه القوانين، يعني لمعلوماتكم من أهم القوانين يعني قانون الكهرباء مثلا، إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، قانون الاتصالات، قوانين متعلقة بالمطار، بحماية المستهلك، بسلامة الغذاء وغيرها. أما اقتراحات القوانين التي تقدمنا بها والتي هي اليوم على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، وهناك جلسة يوم الثلاثاء القادم للمباشرة بدراستها، فهي أولا اقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني، ثانيا اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء مديرية عامة للموارد والأصول البترولية في وزارة المالية. هدول يعني القانونين تقريبا متعلقين ببعض، لأنه بالنهاية السؤال إنه قطاع النفط من سيدير موارده ومدخله، يعني who's the owner تبع القطاع هيدا. وبالتأكيد يعني يجب أن تذهب المدخيل إلى وزارة المالية، ومن هناك يتم تحويل إلى الصندوق السيادي. الصندوق السيادي مهمته أن يرعى هذه الأموال وتوظيفها والإفادة منها. الاقتراح الثالث هو اقتراح قانون لإنشاء شركة النفط الوطنية اللبنانية. والله يتساءل البعض أنه بكير، أنه هل من هلأ أنه لدينا الخبرات لتقوم الشركة الوطنية بالتنقيب والاستكشاف؟ بالتأكيد لا، ولكن هناك انفراستراكشر نفطي مطلوب، يعني كما تملك مثلا الخزانات، مستقبلا إنشاء مصافي وغيره. فيجب أن يكون هناك شركة وطنية والمستقبل تهتم بالحصة اللبنانية من الموارد النفطية. الاقتراح الرابع هو اقتراح قانون خاص بالموارد البترولية في البر، يعني على الأراضي اللبنانية. وكما تعلمون القانون الذي صدر يهتم بالنفط والغاز في المياه البحرية. هلأ هناك دراسات عديدة وذكرت البعض، دكتور عادل من سنة 26 وغيره، وهناك يعني زميل لنا في المجلس النيابي سيد عاصم قانصو يؤكد وجود نفط وغاز وغيره في سحمر وغيرها من المناطق، فهذا ضروري أيضا حتى تكون المنظومة كلها كاملة. كما أن المجلس النيابي اللبناني يقوم منذ العام الماضي بدراسة قانون يتعلق بالشفافية في مجال العمل في مشاريع النفط والغاز، وعلى أمل أن يصدر أيضا مع هذه القوانين ليكمل هذه المنظومة التشريعية الهامة التي نأمل أن تحمي مواردنا النفطية من الهدر والتسيب. فليس سراً القول أن الشفافية في لبنان للأسف مفهوم غائب عن الدولة وقطاعاتها، ومن هنا نسعى من خلال هذه التشريعات المقترحة إلى إدارة عائدات الثروة النفطية المتوقعة من خلال قوانين ترعاها وتنظمها، خاصة أن الهدر الحاصل في بعض القطاعات قد يمتد إلى قطاع النفط في حال غابت القوانين الناظمة. ولدينا اليوم تجربة سيئة في قطاع الاتصالات الذي يدر مداخيل كبيرة تبلغ آلاف المليارات، ونرى عمليات هدر لموارد هذا القطاع وفساد مستشري، تسمعون بلا شك أخباره يوميا في الإعلام، وهذا بالطبع على سبيل المثال للحصر. أيها الأعزاء، لأجل أن نتفادى مثل هذه الممارسات بعد أن علمتنا التجارب أن الفراغ التشريعي قد يشجع على الفساد،
بدرنا باكرا لوضع التشريعات الضرورية التي تحدثت عنها. أتمنى أن ننجح بإقرار هذه القوانين المقترحة الضرورية لمواكبة المرحلة المقبلة والتي من شأنها أن تضع الأسس القانونية للتعامل مع ملف الموارد النفطية. أود أن أضيف وأوضح للحضور وللذين يمكن أن يكونوا قد اطلعوا على نصوص اقتراحات القوانين المقدمة، إننا عند أعداد هذه الاقتراحات على الأقل 2 منها اللي هن صندوق السيادة وإنشاء المديرية العامة في وزارة المالية، استعنا بما نعتقد أنه من أفضل التجارب العالمية وهي تجربة النرويج. يعني النرويج واكبتنا من خلال شركة جي آي إس بالاستكشاف، وعند إعداد القانون بال 2010 أخذنا النرويجن موديل، وهلأ بإعداد هالاقتراحين هيدول أيضا استعنا بالنرويجن موديل. كما أننا اليوم نبدأ بالخطوة الأولى في مسار دراسة وإقرار هذه القوانين، وأن هذه الاقتراحات قد تخضع للتعديل وتعديلات كبيرة خلال المسار التشريعي داخل اللجان النيابية، لأننا خلال هذه الدراسة نسعى إلى الاستعانة بالكثير من الخبراء والجهات المهتمة، ونستمع إلى مختلف الآراء لأجل الخروج بالأفضل. يعني القانون يعني اليوم مثل عم بيقدم قطعة صخر بده يطلع منها بالنهاية تمثال، هذا التمثال شكله بيتحدد بشكل نهائي داخل اللجان النيابية. بدي أعطي مثل، مثلا عند دراستنا لقانون الأسواق المالية اللي هو هلأ أصبح نافذ في لبنان، أول موديل تقدم كان عبارة عن نسخة طبق الأصل عن السك بأمريكا، استقلالية كاملة جدا للأسواق المالية، المؤسسات اللي تشتغل بالأسواق المالية. فسأبت عطم المجلس النيابي بال 2008 انهارت الأسواق المالية بالعالم، فاستفدنا من هذه التجربة لنعدل هذا القانون بشكل صار فيه علاقة بينه وبين مصرف لبنان وثيقة، حتى ما يصير مثل ما صار بأمريكا أنه انهارت البنوك الاستثمارية والفدرال ريزيرف ما معه خبر شو عم بيصير. فإذن هذه القوانين قابلة للتعديل، فاللي بيقراها اليوم يعني بده يعرف أنه هذه مش هو الفيرجن النهائي، أنه ممكن يصير فيه كتير تعديل عليها. قبل ما أنهي كلمتي بدي أقول أنه هذا اللي عم بحكي عنه هو الشق التشريعي والقانوني من النظرة المستقبلية، ولكن هناك الأمور العديدة الأخرى اللي هي مطلوبة لأجل التحضير للمرحلة القادمة. هلأ واحد منا، يعني أنا بدي هني الجامعة العربية على أن قامت بإنشاء هذا القسم في كلية الهندسة لموضوع دراسات الهندسة النفطية، لأنه فعلا جزء من الأمور اللي بدنا نحضر أنفسنا لها هي أن نعد الكادرات اللازمة على مستوى الهندسي، مستوى الجامعي، وأيضا على المستوى المهني. ومن هنا يجب أن يعني ينشأ في الكليات المهنية في لبنان، في المدارس المهنية، أيضا قسم يتعلق بالأمور النفطية، يعني مثلا التلحيم وكل، يعني في كثير أمور هي أيضا ضرورية للمستقبل. أيضا نحن بحاجة أنه نعزز عمل القضاء والشفافية بالتعامل، لأن الشركات التي ستأتي لتعمل في لبنان هي مش بس الشركات النفطية، هي شركات أخرى عديدة متعلق عملها بالموضوع النفطي. يجب أن يكون لدينا قضاء فعال ونزيه، وأن يكون هناك شفافية بالتعامل. وأيضا نحن بحاجة في المرحلة القادمة إلى أن نحسن بالبنى التحتية. من هون كان أهمية أن أقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أعتقد أنه سيكون هناك يعني عرض لكثير من المشاريع التي بالبنى التحتية التي هي تتعلق بالشراكات في المرحلة القادمة. يعني المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري عم بيعد سلسلة من مشاريع البنى التحتية. نحن حنكون بحاجة مثلا لمطارات زيادة،
يعني ما بيكفي مطار بيروت بكره شركات نفط بدها هليكوبترز بدها غيرها بدها تنزل بمناطق اخرى في مطارات بالقلاعات وبغير مناطق بحاجه لطرق جديده بحاجه لقطارات وغيره فبعتقد انه نحن بحاجه ان نعد انفسنا ايضا في المستقبل على مستوى البنى التحتيه فعلى كل حال في النهايه بكرر شكري لجامعه بيروت العربيه والقيمين عليها وللمنظمي هذه الندوه المميزه وانا بشكركم على تشريفي ان يكون معكم اليوم طبعا نحن بالنهايه على استعداد لاجابه عن اي اسئله لدى الحاضرين معنا شكرا عشتم وعاشت جامعه بيروت العربيه وعاش لبنان